لنا وعد مع النور، هنا في موكب النور نصاحب آيه شرفا، ضياء الروح والدور بحلم ها هنا يكبر، وهمتنا بها نعمر، وحفاظ الكتاب سنان بهم في كوننا نفخر، بهم في كوننا نفخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم في موكب النور. من مفاهيم الإيجابية عند ضيوفنا اليوم ما من الله عز وجل عليهم بقدرات متميزة في مجالات متعددة لا يكاد يبلغها المبصر، سنشاهدها سويا. حفاظ الكتاب سنان بهم في كوننا نفخر، بهم في كوننا نفخر. مرحبا بكم مرة أخرى شيخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام يا عبد الرحمن، حياك الله. الشيخ محمد، من القضايا اللي تهم كل مسلم علاقته مع القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا، أنا أريد أن أسأل الشيخ محمد علاقتك أنت مع القرآن الكريم، وردك اليومي كيف تقرأه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له ورد من القرآن الكريم، السورة التي ترددها دائما، الآية التي ترددها دائما، حياتك مع القرآن الكريم. والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القرآن الكريم ده الصاحب والأنيس والجليس. القرآن الكريم ده هو الملجأ لما الواحد يبقى فيه مثلا شيء منغص عليه حياته، على طول ما فيش غير انه يفتح كتاب الله عز وجل ويقرأ. الله، هو القرآن الكريم ده يعني دستور الأمة، شفاء، رحمة وشفاء للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى اللي يعني ذكر ذلك في الكتاب العزيز. بالنسبة للورد اليومي للقرآن الكريم، أنا عندي سبت أحد اثنين ثلاث أربع خميس بقرأ يوميا ثلاث. ما شاء الله. الجمعة عشان خطبة الجمعة ممكن أريح، يعني إيه بقى يعني بريح، وبعد كده أبدأ سبت أحد اثنين ثلاث، يبقى على 10 أيام القرآن إيه نختم بفضل الله تعالى. طيب ال- 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 أنا كنت أتمنى، لكن طبعا صعب علي الأمر، إن أقرأ كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعني يقرؤون القرآن. كان الصحابة يعني لهم ورد يعني يقسموا القرآن على الأسبوع، يعني بخلاف فتحة الكتاب طبعا. نعم. يبدأ أول يوم بثلاثة، بقرة العمران النساء، ثاني يوم خمسة، ثالث يوم سبعة، الرابع تسعة، الخامس 11، السادس 13، وبعد كده السابع من قاف يقول أعوذ برب الناس. يعني ده اللي الواحد كان يتمنى يعمله، لكن طبعا الامر شاق، انت عارف المشاغل والدنيا والاحداث الدنيويه سريعه، فالواحد يعني بيقول قليل دائم خير من ايه كثير منقطع. كثير منقطع. اما بالنسبه للايه اللي انا على طول ارددها، سبحان الله، يعني دائما وابدا قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى، قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى. آيات جميلة ويعني آيات رقيقة. ليش تستوقفك هذه يا شيخ؟ والله طبعا إله مع الله، آيات يعني سبحان الله، يعني دائما وأبدا أقرأها في الصلاة، ويعني الواحد يقرأها يروح في سكة تانية مع الآيات دي. تأمل. من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، آيلة مع الله، بل هم قوم يعدلون. أنت إمام راتب يا شيخ؟ إمام. تقرأ هذه في الغالب في صلواتك يعني؟ المغرب، العشاء، الفجر. المغرب، العشاء، الفجر. يعني أحياناً كثير ما أقرأ هذه الآيات، يعني الآيات أحبها طبعاً، ويعني آيات والقرآن كله جميل طبعاً، لكن الآيات دي لها مكانة في قلب الواحد. أحياناً بعض شيخ، بعض الناس لما يقرأ مثلاً آيات معينة يشعر بلذة القرآن الكريم، طبعاً. أنه يلمس يعني شغاف قلبه. يعني آيات يعني لو حابب أقرأها أقرأها. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما شاء الله، شكرا لكم شيخ محمد، جزاكم الله خير. اعتذر برضو على حسرات الصوت. ابدا يا شيخ، بيض الله وجهك، ما قرات فيه بركه وخير، الله يبارك فيكم. وحفاظ الكتاب سنان بهم في كوننا نفخر، بهم في كوننا نفخر. عبد الله بن الارقم اسلم عام الفتح، هذا الصحابي الجليل البكاء الذي كان يقول عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت أحدا أكثر خشية لله من عبد الله بن الأرقم. هذا الذي ذهب نور بصره من كثرة بكائه، بيضت عيناه من خشيته لله جل جلاله. ألا أدلك أن عبد الله ما ترك مجلس علم إلا وكان فيه رأسا؟ ألا أدلك أن عبد الله كان مفتيا في قومه؟ فاسمع إذن عن هذا الذي كان أعمى لكنه كان قائدا، كان أعمى لكنه كان مفتيا، كان أعمى لكنه كان عالما جليلا. فاسمع إذن ودون واذكره في كل مجلس لترى فضلا له لا يغيب أبدا. حفاظ الكتاب سنان بهم في كوننا نفخر، بهم في كوننا نفخر. شيخ محمد سعيد، حياكم الله شيخ محمد. حياكم الله دكتور عبد الله. الله يحييكم، الله يحييكم. شيخ محمد، حياتكم مع القرآن الكريم، أثره في حياتكم، التلذذ بالقرآن الكريم، وردك اليومي متى تقرأه، الآية اللي تقف عندها، السورة اللي تقرأها ترددها دائما. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
الحديث عن القرآن حديث جليل بجلال القرآن، وهو حديث عظيم بعظمة القرآن، فهو النعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو كلام الله الحق أنزله الله الحق على النبي الحق، فمن أراد الحق فعليه بالقرآن. القرآن لم يترك الله وصفه للواصفون، وإنما وصفه الله بأنه عزيز وبأنه كريم وبأنه مبارك. وحقيقة التلذذ بالقرآن يشعر بها كل من يقرأ القرآن بقلبه، بل إن الكفار كانوا يخافون على أنفسهم من سماع القرآن الكريم. الله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من أشد أعداء الإسلام، ومع ذلك أسلم لما سمع أخته تقرأ سورة طه. الوليد بن المغيرة قال عن القرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وكان كافراً، فما بالنا بمن يقرأ القرآن وهو مؤمن به ويشعر بلذته وجلاله وجماله وروعته. ولذا معلوم أنه ما من يوم يمر فإنه لا يعود أبدا، فكل يوم يمر علينا لا نقرأ فيه القرآن ربما يندم الإنسان على مرور هذا اليوم. يعني أحد الصحابة وأحد السلف يقول: إذا مر بي يوم ولم أقتبس علما ولم أستزد هدى فما ذاك من عمري. وأنا أضيف إن كانت لي من إضافة، يعني أقول: إذا لم أقرأ القرآن في يوم من الأيام فما ذاك من عمري. والقرآن الكريم هو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني كثيرا ما قد ينسى إن لم يراجع. صحيح. إن لم يراجع القرآن. وردك اليومي يا شيخ. نعم. أنت الورد اليومي، يعني أنا حقيقة ربما أختمه يعني كل شهر مرة. ما شاء الله. يعني كل شهر مرة لابد لي من أن تكون هناك ختمة. ما شاء الله. زادك الله بتوفيق آني. وإياكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كتاب سنان بهم في كوننا نفخر، بهم في كوننا نفخر. وحفاظ الكتاب سنان بهم في كوننا نفخر، بهم في كوننا نفخر. علمني القرآن الكريم أن الهجوم على القرآن، على الإسلام، على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نبوءة قرآنية، فهو من شواهد الحق على أن القرآن حق، على أن النبي حق، على أن الإسلام حق. قال ربنا: ولا تسمعن، بالتأكيد، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. ونكر كلمة أذى للشمول والعموم، كل أنواع الأذى وما يستجد من ألوان الأذى والحروب الفكرية والشبهات والتشكيك والحرب على العقل المسلم والحرب على القلب المسلم، أذى، ووصفه بالكثرة، أذى كثيرة. يا ربنا كيف نواجه هذا؟ يقول ربنا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نحن لسنا مثل هؤلاء، لا نواجه الشر بالشر، وإنما يكون منا الخير ويكون منا الحق، حتى يتحول أهل الشر معنا إلى الخير ويصبحوا هداة مؤمنين مسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبحان من هذا كلامه. حفاظ الكتاب سنان بهم في كوننا نفخر، بهم في كوننا نفخر. شيخ فرج حياكم الله. شيخ حياك الله. سمحت. الله يحييكم. الله يحييكم. شيخ فرج، حياتكم أو حياة المؤمن بشكل عام مع القرآن الكريم، التلذذ بتلاوته وتدبره والورد اليومي لكم يا شيخ مع القرآن الكريم، السورة التي تقرؤونها وترددونها دائما، كيف تعيشون هذه الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تلا، ثم أما بعد، الحقيقة إني بصبح الصبح
نعم، حياتي لحد ما نام القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. إما بتعليم تحفيظ وإما بتدريس تدارس. ما شاء الله. فحياتي هي القرآن، أسأل الله عز وجل أن يرفعنا به. آمين. وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. لا يفصلني عن القرآن إلا أشياء محدودة، ضرورات، منها الصلوات حتى فيها أقرأ القرآن. نعم. ولكن ليست كالقراءة في غير الصلوات. نعم. قراءة الورد اليومي. الورد اليومي هو حياة القرآن. الورد اليومي ليس لي ورد محدود. ليه؟ لأن تقرأه دائما في هو حياة. الله. درس الأبناء يا شيخ. نعم. أنت تعلم الأبناء يعني؟ أعلم الأبناء ما هو من 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 الوقت ما الأولاد يتكلموا لحد الستات، لحد الرجالة والستات الكبار، الأبناء والبنات، لحد من أول ما يتكلموا لحد عندي ناس كبار. أنت أولادك حفظة كلهم يا شيخ؟ بفضل الله. أولادي فاروق وعمر ومجدي وأفنان كلهم بفضل الله حفظت كتاب الله عز وجل، وأبناء الأزهر ما شاء الله بفضل شاء الله عز وجل، إلا أفنان إن شاء الله يعني بفضل الله عامين وتدخل الأزهر، إنما هي بدأت حفظ من دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله بفضل الله عز وجل. فأن القرآن حياتنا، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما. السورة التي ترددها دائما يا شيخ؟ السورة التي أرددها دائما سورة. تقرأها دائما في الصلاة، في حياتك اليومية؟ لا، هي في حياتي اليومية. في حياتي اليومية سورة طه أو سورة ياسين. ما شاء الله. و يعني منذ شهر كنت في الروضة في المسجد النبوي ما شاء الله عدة مرات، وكنت دائما ما أصلي يا إما بسورة طه يا إما بسورة ياسين. ما شاء الله ما شاء الله. زادك الله توفيقا يا شيخ. فيهما متعة ما شاء الله. فضلا عن القرآن كله. والقرآن كله متعة وكله حياة. فضلا عن القرآن كله طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومن فضل الله علي أن اختارني داعية، ولب الدعوة القرآن الكريم، فكما قال رب العالمين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولما لا أكون أنا المصطفى. إن شاء الله. جزاك الله خير. زادكم الله توفيقا يا شيخ فرج، وبارك الله في عمركم. شكرا لكم جميعا أصحاب الفضيلة أن أتحت هذه الفرصة. جزاكم الله خير. وأنا أشكركم أنتم أيضا أيها الأخوة باسمكم جميعا. نشكر ضيوفنا الأفاضل، أشكركم أنتم أيضا. ألتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا وعد مع النور هنا في موكب النور، نصاحب آيه شرفا ضياء الروح والدور، بحلم ها هنا يكبر وهمتنا بها نعمر، وحفاظ الكتاب سنان بهم في كوننا نفخر، بهم في كوننا نفخر.